بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هناخد موضوع في القسم العام متعلق باسباب الاباحه، ان ممكن تكون دي جريمه وبالرغم من ذلك يباح هذا الفعل. وسبب الاباحه الذي سادرسه فيما يطلق عليه في الفقه القذف المباح. القذف الايه؟ المباح. جريمه القذف في حد ذاتها يعاقب عليها القانون. كوني اسند وقائع معينه لشخص معين ايا كان هذا الشخص، والوقائع دي من شأنها ان تؤدي الى الحكم عليه بالإدانة، او من شأنها ان تؤدي الى احتقاره بين اهله وذويه، يبقى الجريمة دي اسمها جريمة ايه؟ قذف. سواء ما نسبته الى هذا الشخص كان صادقا ام كان ايه؟ كاذبا. دي جريمة اسمها القذف، واردة بالمادة 302 من قانون العقوبات. لكن الفقرة الثانية من المادة 302 قالت أو اتكلمت عن القذف في حق ذوي الصفة العامة. القذف في حق ذوي الصفة الإيه؟ العامة. يعني من يقذف موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية أو شخص مكلف بخدمة عامة وكان حسن النية وهو بيقذفه وقدم الدلائل على صدق ما أسنده، في الحالة دي يبقى القذف بتاعه قذف مباح. وده استثناء، دي الفقرة الثانية، قال لك ولا يعاقب وفقا للفقرة السابقة. الشخص اللي بيطعن موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية أو مكلف بخدمة إيه؟ عام. إمتى؟ إذا كان حسن، بس لازم الأعمال دي تكون متعلقة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. ولازم يثبت حسن نيته، ولازم ده كله يثبت صحة الوقائع التي أسندها إلى هذا الموظف أو النائب أو المكلف بخدمة عامة. لو أنا عملت كده طالما أثبتت صحة الوقائع يبقى القذف ده قذف مباح، مع إني وفقا للفقرة الأولى أو وفقا للقاعدة العامة لو أنا أثبتت صحة الوقائع المقذوف بها هل نقدر نقول إن القذف ده مباح؟ لا. القذف عموما وفقا للقواعد العامة سواء ما اثبتت اليك صادق ام كاذب انا اعاقب بعقوبه الايه؟ القذف. بس جالي لو انا بقى قذفت موظف عام او شخص من وظيفه نيابيه او شخص مكلف بخدمه عامه، قال لك ممكن لو اثبتت صحه الوقائع. وده كله ليه؟ حتى تكون هناك رقابه على الموظفين العموميين والجهاز الاداري في الدوله او المجالس النيابيه، علشان نتيح فكره الرقابه. ما انا كده مش هخلي الناس رقيبه على المجالس النيابيه او على اعمال الوظيفه العامه. لما اكون خايف مجرد ان انا اسند لي موظف شيء معين فاعاقب بعقوبه القذف رغم اني لم اسند صحيح وفقا للقاعده العامه، فقال لك لا، يبقى القذف هنجعله قذفا مباحا بتوافر شروط معينه. وطبعا الماده دي دخل عليها تعديل عام 2006، بس انا لازم يكون واضح في اعتباري ما هي الشروط. طبعا احنا هنا بندرس القذف المباح في القانون المصري، وبعد ما بندرس القذف المباح في القانون المصري بندرس القذف المباح في القانون الايه؟ في القانون الفرنسي. القذف المباح في القانون المصري اللي انا قلت الماده 302 اللي جت في الفقره الثانيه واتكلمت عن الطعن في اعمال ذوي الصفه العموميه اللي هم الموظف العام او الشخص ذو الصفه النيابيه او المكلف بخدمه عامه. بس يشترط لاباحه هذا الفعل، عشان اقول القذف ده اسمه قذف مباح، يشترط لذلك اربع شروط. الشرط الأول لازم يكون القذف في حق موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية أو شخص مكلف بخدمة إيه؟ بخدمة عامة. هذه مسألة. المسألة الثانية يشترط أن يكون القذف أو الوقائع المسندة إليه متعلقة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. الشرط الثالث لازم حسن نية القاذف اللي هو في مجالنا هنا الصحفي. هو الدكتور اتكلم هنا تحديدا عن مين؟ عن الصحفي، لانه كان عامل بحث كامل في حمايه الصحفي، فنفترض الصحفي هو الذي يقوم بعمليه الايه؟ القذف. النقطه الرابعه والاخيره صحه الوقائع المسنده الى الموظف او النائب او الشخص المكلف بخدمه عامه. يبقى يا ايها الصحفي، لكي يكون قذفك لهذا الشخص قذفا مباحا لابد من توافر كم شرط؟ اربع شروط. ندخل على الشرط الاول. الشرط الأول لازم يكون القذف في حق حاجة من ثلاثة: موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة. أما القذف بالنسبة لأشخاص آخرين غير الثلاثة دول، هل ينفع أقول
اثبت صحه الوقائع المسنده اليكم وانجو من عمليه القتل؟ لا، لان جريمه القتل لا يشترط صحه الوقائع ان تجد هذه الوقائع. لكن هنا انا بقول لك المفروض لازم يكون الشخص موظف عام او شخص صفه ماليه او مكلف بخدمه ايه عامه. ده استثناء ولا مش استثناء؟ محدود بحدود الثلاثه دول. طب من هو الموظف العام؟ طبعا القانون الجنائي بتعريفاته للاشياء له ذاتيه معينه. فهو بيقول لك الموظف العام هو مين؟ الموظف العام هو كل شخص يقوم بعمل دائم. كل شخص يقوم بعمل ايه؟ دائم. في خدمة مرفق عام يضارب أسلوب الاستغلال المباشر. أي شخص بيقوم بعمل دائم في خدمة مرفق عام يضارب أسلوب الاستغلال المباشر يبقى اسمه موظف إيه؟ عام، أيا كانت وسيلة تعيينه. طب مين الشخص ذو الصفة النيابية؟ أعضاء المجالس النيابية، أعضاء مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس المحلية. طبعا مجلس الشعب في الدستور الجديد أصبح اسمه مجلس الإيه؟ النواب. واعضاء مجلس النواب او مجلس الشورى او اعضاء المجالس النيابيه. دي نقطه. النقطه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ اللي هي ان لازم يكون الشخص الثالث شخص مكلف بخدمه ايه؟ عامه. المكلف بخدمه عامه هو الذي يقوم بعمل مؤقت. هو الذي يقوم بعمل ايه؟ من الموظف العام وانت عليه بيقوم بعمل دائم. المكلف بخدمة عامة واللي بيقوم بعمل مؤقت لحساب الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية، سواء بقى كان بيعمل بأجر أو بدون إيه؟ أو بدون أجر. يبقى إذا علشان يبقى القتل مباح يا أيها الصحفي، لازم يكون القتل ده موجه لو موجه لواحد من إيه؟ من ثلاثة، يا إما موظف عام، يا إما شخص مكلف بخدمة عامة، يا إما شخص من ذوي الصفة النيابية. طيب، أنا كده استثنيت الثلاثة دول وقلت القذف في حقهم يكون قذفا مباحا، لكن في استثناء ثاني متعلق بهم. نحن نعلم من قانون الاجراءات الجنائيه ان في جرائم معينه معلقه على شكوى، منها جريمه السب والقذف. جريمه السب والقذف لا تستطيع جهه التحقيق ان تبدا في التحقيق فيها الا بناء على شكوى من المقذوف في حقه. فيعني إذا لو ما قدمش المخزون حقه شكوى، هل تستطيع النيابة العامة أن تباشر التحقيق؟ لا. هنا بقى جايب لك استثناء في قانون الإجراءات الجنائية. وقال إيه؟ قال إذا كانت جريمة القتل متعلقة بموظف عام أو في حق موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية أو شخص مكلف بخدمة عامة، قال لك لو متعلقة بأحد الثلاثة دول نقدر نقول وكان مش دول بس، ده لازم يكون شرط ثاني، لازم يكون متعلق بأعمال الوظيفة أو الخدمة أو النيابة. لو الأمر متعلق بكده النيابة ممكن تبشر التحقيق حتى رغم إن الموظف أو النائب أو الشخص المكلف بخدمة عامة لم يقدم الشكوى. يبقى ده استثناء ولا مش استثناء؟ استثناء. يبقى انا استثنيت الاول الثلاثه دول واباحت القذف في حقهم اذا كان قذفا صادقا وتوافرت الشروط اللي انا بشرحها. واباحت حاجه ثانيه في القواعد العامه في الاجراءات الجنائيه ان جريمه القذف جريمه معلقه على ايه؟ على شكوى. اذا لم تقدم شكوى من المقذوف في حقه ما تقدرش النيابه تباشر الاجراءات بتاعه التحقيق. لكن جاء قانون الاجراءات الجنائيه وعمل استثناء. قال ايه في هذا الاستثناء؟ قال والله لو القذف ده في حق موظف عام او شخص ذو صفه نيابيه او مكلف بخدمه عامه وكان متعلقا باعمال الوظيفه او النيابه او الخدمه العامه ديت، قال لك النيابه العامه لها الحريه ان تباشر التحقيق حتى قبل ما يقدم الشكوى. هو الشكوى ضروريه اي نعم، بس انا هباشر التحقيق قبل ما اقدم الشكوى ومش هرفع الدعوه الجنائيه الا بعد تقديم هذه الشكوى. وقد احتار الفقه في تبرير هذا الاستثناء. يعني البعض يقول لك ايه؟ او صار الخلاف هل الاستثناء ده معمول علشان حمايه المصلحه الخاصه للموظف العام؟ او هل معمول هذا الاستثناء علشان الحفاظ على هيبه الوظيفه العامه؟ أو على مصلحة الوظيفة العامة؟ البعض يقول لك المقصود بهذا الاستثناء حماية هيبة الوظيفة الإيه؟ العامة. إن طالما شخص قذف موظف عام عندي
او شخص مكلف بخدمه عامه او شخص ذو صفه نيابيه، لا احنا مش هنسكتك. قبل ما يقدم الشكوى هنباشر اجراءات التحقيق حفاظا على ايه؟ ما انا مش دعوه بالموظف، ما انا لو انهى راي الموظف يبقى اعلق على شكوى منه، لكن لا ده انا عايز احافظ على هيبتي الوظيفه العام. فالذي يتبرأ ويقذف موظف معين او يعمل يقذف شخص ذو صفه نيابيه او مكلف بخدمه عامه، لا حفاظا على هيبه الوظيفه العامه لازم ابدا اجراءات التحقيق معاه حتى ولو لم تقدم شكوى من المقذوف في حقه. فالبعض قال هذا الكلام ان الهدف من هذا الاستثناء الحفاظ على هيبه الوظيفه العامه، ونحن نرى ان الهدف ليس الحفاظ على هيبه الوظيفه العامه فقط، وانما على مصلحه الوظيفه العامه كمان، على الهيبه والايه؟ لان من مصلحه الوظيفه العامه ان هي تتاكد القذف ده حقيقي ولا ما هوش حقيقي. نفترض مثلا انا عمال اقذف واحد مثلا موظف وبقول ده فشل، ده الموظف ده عمل كذا واثر افساده وظيفيه. لو اتكلمت عن مصلحه الوظيفه العامه، ان مصلحه الوظيفه العامه ان لو الموظف ده مخطئ فتقتله ولا لا؟ من مصلحتها انها تقتله، علشان كده لما يحدث سب وقذف لهذا الموظف ومتعلق باعمال وظيفته، في الحاله دي من مصلحتنا ان النيابه العامه تحقق. ليه؟ لان لما النيابه العامه تحقق هيبان صدق وقائع القذف ولا كذب وقائع القذف؟ لان لو بان كذب وقائع القذف عاقب بقى الشخص الذي تبرأ على الوظيفه العامه. لو بان صدق وقائع القذف يبقى من مصلحه الوظيفه العامه انها تتخلص من هذا الموظف او تجازيه باي جزاء مناسب. لو كنا علقنا الامر على شكوى بقى، هل كانت تتحقق مصلحه الوظيفه العامه؟ لا، لان الموظف بالبلدي كده لو على راسه بقى وحس ان في قذف وهو مش عايز يفتح بقى الدفاتر، مش عايز يفتح الملفات بتاعته، فيقول لك انا مش هقدم شكوى، لان لو قدم شكوى الصاحب هيحاول يروح يثبت صحه الوقائع المسنده اليه. علشان كده من مصلحه الوظيفه العامه ان النيابه العامه تفتح التحقيق لكي تكون مصلحه الوظيفه العامه او الجهه الاداريه على بينه من امر هذا الموظف العام. لكن في استثناء ملوش مجال للتطبيق عندي. انا لسه في الشرط الاول اللي هو ان يكون المقذوف في حقه موظف عام او شخص ذو صفه نيابيه او مكلف بخدمه عامه. اتكلمت عن ان هم مستثنين ان يجوز القذف المباح في مواجهتهم، ومستثنين ان النيابه العامه تحرك الدعوه الجنائيه او تحرك التحقيق في مواجهه بالنسبه لقذفهم حتى ولو لم يقدموا شكوى. لكن في حاجه مش محتاجينها، الجرائم المعلقه على شكوى يقول لك لا يجوز فيها القذف بالضبط. الجرائم المعلقه على شكوى لا يجوز فيها حتى لو بحد التلبس القذف الا اذا وجد او قدمت شكوى من الشخص الشخص صاحب الصفه في تقديم الشكوى، اللي هو في مثالنا هنا المقذوف في حقه. الاستثناء ده يعني مش هنعمل استثناء على النقطه دي. واحد يقول لي طب ما نعمل استثناء عشان ما نحميش الصحفي، او نعمل استثناء عشان ما يبقاش فيه حبس للصحفي، او ما يكونش الحبس مقيد على مين او معلق على الشخص المقذوف في حقه. كده كده الكلام ده ملوش اي لازمه على الاطلاق. ليه؟ لأن قانون الصحافة لا يجيز القبض على الصحفي إلا بإذن من النيابة العامة. فلا هتكلمني عن تنفذ، ولا هتكلمني عن غير تنفذ، ولا هتكلمني عن شكوى، ولا هتكلمني عن أي شيء آخر. كده كده لا يجيز القبض على الصحفي في وقائع النشر إلا بإذن من النيابة إلا بإذن من النيابة العامة. فمش محتاجين نتكلم عن فكره هل يقبض على الصحفي متلبسا ولا لا، لان من ناحيه جرائم القذف الصحفي فمش حاجه اسمها تلبس، صعب اثبات صوره من صور التلبس اللي احنا نعلمها. دي نقطه. وحتى على فرض وجود التلبس كده كده قانون الصحافه يمنع القبض على الصحفي او يمنع حبسه احتياطيا اذا كان الامر متعلق بجرائم النشر. الاخطر بعد تعديلات قانون العقوبات جرائم النشر ما بقاش فيها حد، فلا يجوز فيها الحبس الاحتياطي. يبقى دلوقتي ده اول شرط اللي هو ان يكون القذف في حق موظف عام او شخص ذو صفه نيابيه او مكلف بخدمه عامه. الشرط الثاني لازم يكون القذف متعلق يا اما بالوظيفه العامه او بالحياه النيابيه او متعلق بالخدمه العامه.
يعني يكون الثلاثه دول بنطاق اعمال ايه؟ وظائفهم. لكن انا لو قذفت بشيء متعلق بحياته الخاصه في هذه الحاله، هل يستفاد من العذر المبيح او من سبب الاباحه في هذه الحاله؟ لا، ما نقدرش نقول يستفاد من سبب الاباحه في هذه الحاله، لان شرط علشان التقييد لازم يكون موظف عام او شخص بصفه نيابيه او متكلم بخدمه عامه، وفي نطاق اعمال ايه؟ وظيفته او نيابته او خدمته العامه. لكن البعض بيتوسع بقى في معنى كلمه الوظيفه او النيابه او الايه؟ او الخدمه، وياخدها من اولها لايه؟ لاخرها. مش لازم مثلا انت كموظف اقول انك ارتكبت مثلا فساد دلوقتي، ده انا ممكن اقعد مثلا في سنه تعيينك اقول انك تعينت بالرشوه مثلا. أقول مثلا إن العضو النيابي اتعين رغم قوله يجهل القراءة والكتابة مثلا، ففي هذه الحالة مش متوافق في شروط الترشيح، أو اتعين رغم صدق حكم صدور حكم عليه مثلا في جريمة من الجرائم، ما هي ده كله متعلق، عايزين نوسع بقى من فكرة الوظيفة الإيه؟ العام، ده كله متعلق بيها ولا مش متعلق؟ متعلق. يبقى شرطين كده. نيجي للشرط الثالث وهو حسن نية الصحفي. ويمكن وارد في التعليقات الحقانيه، الحقانيه دي وزاره العدل كمان، لما اتوضع قانون العقوبات سنه 1904 كان في تعليقات على قانون العقوبات ده، وحتى قانون العقوبات اللي بعد سنه 1937 اخذ كتير من قانون 1904 ومنها الجريمه بتاعت القاضي، فاخذ بنفس الايه؟ التعليقات. المهم انا قلتها بس عشان هو ذكرها عرضا في الكتاب، ان لازم يكون الصحفي او القاذف حسن النية. متى يكون القاذف حسن النية؟ يكون القاذف حسن النية اذا كان يعتقد ان الوقائع وقائع صحيحة، واذا كان يهدف بذلك الى تحقيق المصلحة العامة. فانت يا ايها الصحفي اذا انت كنت معتقد ان الوقائع وقائع صحيحة وتهدف بذلك الى تحقيق المصلحة العامة، يبقى انت حسن النية. انت عامل وقائع وانت تعلم انها ليست صحيحة، في هذه الحالة يبقى انت سيء النية، او لا تهدف الى تحقيق المصلحة العامة، يبقى انت سيء النية. لكن لازم نتوقف هنا، سؤال لازم يصب الذهن، هل يكتفى بحسن النية؟ يعني هل يكفي ان انا اكون معتقد بصحة وقائع القاضي حتى لو تبين انها ما هيش صحيحة؟ يعني هل تنطبق القاعدة اللي بتقول انما الاعمال بالنيات؟ أو إن أنا كان نيتي إن الوقائع ديت أو كنت متخيل إن هي صحيحة وطلعت ما فيهاش إيه؟ طلعت ما فيهاش صحيحة. هل يكتفى بذلك ولا ما يكتفاش بذلك؟ في رأيين. الرأي الأول يقول لك لا يكتفى بحسن النية. ده لازم حسن النية، واحد يقول لي يكتفى بحسن النية، لأن عندك حاجة اسمها الغلط في الإباحة. عندك حاجة اسمها الغلط في الإيه؟ أنت كنت تعتقد أن القذف بتاعك قذف مباح، وتبين أنه غير مباح، فأنت حدث غلط في الإباحة، فهنعذرك طالما كنت حسن النية، حتى ولو تبين أن الوقائع وقائع كاذبة. نحن نقول لهم لا في الرأي الأول، وبيأيده الدكتور صراحة. الرأي الأول يقول لك لا، ما يكفيش أنك تكون حسن النية، ده لازم تثبت حسن النية صدق الوقائع، بدليل أن حتى إحنا بنقول قلنا كم شرط؟ أربع شروط. الشرط الثاني حسن النية، والشرط الرابع إثبات صحة الإيه؟ إثبات صحة الوقائع. فإنك يبقى في هذه الحالة لازم حسن النية، لازم إثبات صحة الإيه؟ الوقائع. لا سيما وانك يا صحفي المشرع ساعدك كثير، المحكمه الدستوريه العليا كان في نص يقول لك لازم تثبت صحه الوقائع خلال فتره زمنيه ايه؟ معينه. جت المحكمه الدستوريه العليا قالت لا، تثبت صحه الوقائع في اي ايه؟ في اي وقت. يبقى كده تعديتك على اثبات صحه الوقائع، بما يعني ان اثبات صحه الوقائع شرط ضروري ولا ما هوش ضروري؟ شرط ضروري، هي قالت لك اثبتها، وبعد ما تم قيدك المشرع انك تثبتها في وقت معين، اداك المده اللي انت عايز تثبتها ايه؟ فيه. الاخطر التعديلات الجديده بتقول ان انا لو انا مش قادر اثبت صحه الوقائع وحدي، يجوز لجهه التحقيق ويجوز للمحكمه ان تطلب من الجهات الاداريه اي اوراق او مستندات متعلقه بهذه الوقائع. يبقى مدت لي جهه التحقيق او جهه المحاكمه يد العون ولا لا؟ والله لو مددت يد العون وانا ما قدرتش اثبت صحه الوقائع، يبقى القذف بتاعي ليس قذفا ايه؟ ليس قذفا مباحا. لازم علشان يكون القذف مباح حسن النية، حسن النية صدق الايه؟
صدق الوقائع. الوقائع، لكن هنالك رأي آخر يرى عكس ذلك، ويقول أنه يكتفى بحسن النية، وده يعتبر غلط في الإباحة. لكن احنا كده كده صراحة معاه رأي مع الرأي الأول. ده الشرط الثالث. نيجي للشرط الرابع والأخير اللي هو إثبات صحة الوقائع المنسوبة للشخص ده. لازم أثبت صحة الوقائع، وكان زمان لازم أثبتها خلال فترة زمنية معينة. المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية ذلك، وقالت لا، أثبت في أي أثبت في أي وقت. دي مسألة. المسألة الثانية واللي لازم تكون واضحة أذهاننا، إن أنا لما أجي دلوقتي أثبت صحة الوقائع، مجرد إثباتي لصحة الوقائع هيعفيني من جريمة القذف. فذهب بعض الفقه إلى إن طالما أنت بقى أثبتت صحة الوقائع، مش هندور على القصة بتاعت حسن النية. طالما أثبتت صحة مش هقعد أفتش في ضميرك، أنت عايز المصلحة العامة ولا عايز التشهير بهذا الشخص؟ يعني طالما أنت أثبتت صحة الوقائع، وده يعني جاي مع حرية الرأي والتعبير، وجاي مع مصلحة المصلحة العامة، لأن كده كده هتتحقق المصلحة العامة. طالما أثبتت صحة الوقائع فهيستأصل هذا الموظف مثلا، يبقى أنا مع المصلحة العامة، حتى ولو كانت نيتي الداخلية إن أنا عايز أشفر بهذا الشخص، والمسألة الوطنية مش في اعتباري على الإطلاق. ده البعض ذهب إلى كده، في حين أن البعض الآخر قال لك لا، ده لازم تثبت صدق الوقائع، ولازم ايضا حسن النيه. يبقى اذا شروط اباحه القذف في القانون المصري كام شرط كده؟ اربع شروط. الشرط الاول ان يكون الامر متعلق بموظف عام او شخص ذو صفه نيابيه او مكلف بخدمه عامه. الشرط الثاني ان يكون الامر متعلق باعمال الوظيفه او النيابه او الخدمه. الشرط الثالث أن يكون الصحفي حسن النية. الشرط الرابع والأخير أن يثبت صحة وقائع القذف. ده فيما يتعلق بالقذف المباح في القانون المصري. في القانون الفرنسي إحنا مش هنتكلم كتير. القانون الفرنسي بعد التعديل الأول يقول لك القذف يكون قذفا مباحا إذا وقع ضد الموظفين العموميين وضد فئات كذا وكذا 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 وكذا. يعني اذا كان برضه حصرها في نطاق معين ولا لا؟ كان القانون الفرنسي يقول القذف لا يكون مباحا. يعني عندنا في القانون المصري حصرها كام واحد؟ ثلاثه. عندنا القذف لا يكون مباحا الا اذا تعلق بكام واحد؟ في مصر ثلاثه، في فرنسا برضه كان محددها ذوي الصفه العامه، ومزود عليهم واحد اثنين ثلاثة أربعة، هم دول اللي ممكن تثبت صدق الوقائع في مواجهتهم. لكن القانون الفرنسي عدل. القانون الفرنسي عدل، وأصبح القذف المباح أوسع نطاقا من القانون المصري. إزاي عدل وأصبح القذف المباح أوسع نطاقا من القانون المصري؟ أقول لك إني قال لك ان القذف يكون مباح اذا اثبتت صحه الوقائع، سواء بقى كان المقذوف حق موظف عام ام غير موظف عام او شخص عادي او اي حاجه من هذا القبيل. يعني مجرد ان انا اثبتت صحه الوقائع، هنا بقى اختلفت جريمه القذف في فرنسا عن جريمه القذف في مصر. القذف في مصر مجرد اسند لك وقائع تستوجب العقاب او تستوجب احتقارك بين اهلك وزويك، ده تعتبر جريمه قذف. لكن في القانون تعتبر جريمه قذف حتى ولو كانت الوقائع صادقه او كاذبه. لكن في القانون الفرنسي مجرد ان انا اثبت صدق الوقائع ينفي جريمه القذف. يعني القذف المباح في القانون الفرنسي اوسع نطاقا منه القذف المباح في القانون في القانون المصري. ده اوسع نطاقا على التقييد في فرنسا، ان انا اثبت صحه الوقائع اذا كان الامر طبعا انا بثبت صحه الوقائع سواء كان الامر متعلق بموظف عام او شخص غير موظف او شخص غير موظف عام. بس كده ليه؟ قال ما يمكنش بقى
انك تثبت صحه الوقائع فيما يلي. واحد، اذا كان الامر متعلق بالحياه الخاصه للشخص، كان متعلق بالحياه ليه؟ الخاصه ليه؟ علاقته بزوجته، علاقته باولاده، مالكش دعوه بيها. إذا كان الأمر متعلق بوقائع مر على وقوعها 10 سنوات، حاجة عملها أكثر من 10 سنين، خلاص لا تفتح ملفاتها. النقطة الثالثة، إذا كان الأمر متعلق بجريمة صدر فيها عفو شامل، أو انتهت الجريمة بالعقوبة بالتقادم، في الحالة دي برضه لا يجوز فيها أو تثبت من فكرة القذف الإيه؟ المباح. يبقى القانون الفرنسي إذا القذف عندهم مباح طالما أثبت صحة الوقائع ما عدا في حالات الإيه؟ استثنائية. إذا كان الأمر متعلق بالحياة الخاصة، إذا كانت الوقائع مر عليها كم سنة؟ الوقائع مر عليها 10 سنوات، أو إذا كانت الوقائع جريمة معينة، وكانت هذه الجريمة مر صدر فيها عفو شامل، أو كانت هذه الجريمة صادر في شأنها التقادم مثلا، أو حصل في شأنها الإيه؟ التقادم. كان وضع فين؟ في فرنسا. لكن أما التساؤل برضه في فرنسا، أنا عمال أقول إن أنا أثبت صحة الإيه؟ الوقائع. طيب لو أنا أثبتت حسن النية بلاش صحة الوقائع، هل يجوز ذلك؟ محكمة النقض الفرنسية قالت لا. قالت لا، أنت لازم تثبت صدق الإيه؟ الوقائع. بحيث لو فشلت انك تثبت صحه الوقائع واصبح مستحيل تثبت صحه الوقائع، يبقى انت سيء النيه. لو اثبت صحه الوقائع يبقى انت حسن الايه؟ يبقى انت حسن النيه. اخر ما جاء به الوضع في فرنسا ايه؟ قال لك ان لو احنا دلوقتي هنلاحق القاتل او دعوى القتل معروضه قدام المحكمه، قال لك ممكن نوقف دعوى القتل اذا كان موضوع القذف ذات نفسه محل متابعة وتحقيق. يعني إيه؟ يعني أنا نسبت لموظف معين أو قذفت وقلت إن هو مرتشي، يبقى دي جريمة قذف ولا لأ؟ جريمة قذف. إلا بقى لو أنا وهتعرض قدام المحكمة ويحققوا معايا علشان أثبت الكلام ده كله. طيب لو هما لو في قضية معروضة بشأن الرشوة ديت، منطقي ان انا اوقف القضيه بتاعت القذف لحين الفصل في موضوع الايه؟ القذف. يعني طب خلاص بقى، طالما المحل مساله الرشوه دي محل تحقيق، نستنى بقى نشوف مساله الرشوه دي هيوصل فيها على ايه؟ لان لو وصل فيها وطلع الموظف مرتشي يبقى القاذف كان على الحق ولا لا؟ لو طلع مش مرتشي يبقى القاذف كان على ايه؟ كان على باطل. فقال لك يجوز وقف مباشرة ملاحقة الجاني أو ملاحقة القاذف في هذه الحالة، ويجوز وقف دعوى القاذف لحين الفصل في موضوع دعوى الإيه؟ دعوى القاذف. بس الذي يوقف الدعوى هنا مين؟ مش جهة التحقيق، لازم جهة المحاكمة. يعني المحكمة مش جهة، مش النيابة العامة مثلا هي التي تقوم بذلك. ده فيما يتعلق بالقذف المباح، سواء في فرنسا سواء في مصر. طبعا هل متخيل استعمال القذف في الجرائم الانتخابيه ولا مش متخيل؟ دي شفناها لما شفنا موضوع الدعايه السياسيه، لان ممكن موضوع الدعايه السياسيه يشكل قذفا معينا فيصور فكره القذف المباح من عدمه على النحو اللي احنا درسناه تفصيلا.